السلام عليكم، أنا محمد غنايم. كنت أجلس في أمان الله لما سألني أحدهم: يا دكتور، لماذا دائما يطلب الماء الساخن عندما تلد سيدة ما؟ نعم، أشاهد ذلك المسلسلات السورية والمصرية. هنا سادت لحظة من الصمت، تذكرت فيها كل الكتب الطبية التي قرأتها في قسم النساء والتوليد، ولكنني لم أعرف سببا مقنعا لأجيب ذلك السائل. فنحن كأطباء لا نستخدم الماء الساخن أثناء التوليد، وبين هامات الحضور واستغرابهم لعدم معرفتي قلت: محمد، خرافات طبية. إحدى نساء الحوامل خلعت ضرس العقل وهي حامل، فأصبح ابنها غبيا عندما ولدت. فكما تعلمون، ضرس العقل له علاقة بالذكاء، يعني من اسمه عقل. هذا اعتقاد شائع وخرافة طبية خاطئة، لا يوجد علاقة لضرس العقل بالذكاء. السبب في تسميته هكذا أنه آخر الأسنان الطبيعية ظهورا، هو سن اكتمال العقل أي الرشد والبلوغ، وليس ضرس واحد بالمناسبة. هو أربعة، اثنان في الفك السفلي واثنان في الفك العلوي، وعادة يظهر في عمر 18 إلى 25 سنة. نرجع للحامل، يمكن للحامل خلع ضرس العقل إذا كانت الحالة ملحة، وإذا أردت خلعه ولابد، فيفضل أن يكون في الثلث الثاني من الحمل، يعني من شهر 4 إلى 6. احنا مركز في الموضوع، شكل حامل هموم. حديث يا أحمد عن الحمل، هناك اعتقاد طبي خاطئ سأصححه لك. يقال أنه مع كل حمل تفقد الأم سن، وهذه خرافة أيضا، ولكن بالتأكيد يؤثر الحمل على نسبة الكالسيوم في جسم الأم، مما يؤثر على صحة الأسنان وصحة العظام بشكل عام. لذلك الفيتامينات والفوليك أسيد والكالسيوم مهم للحامل يا أحمد. خرافة أخرى، الجزر يقوي النظر. نعم، هي خرافة، الجزر لا يقوي النظر. لا حول ولا قوة إلا هذه الحلقة برعاية شركة إفست، هي شركة استثمارات وتداول عالمية مرخصة من قبل أعلى الهيئات العامة للرقابة المالية. تتميز منصة إفست بتقديم أسهم حقيقية بعمولة 0%. تتميز بسهولة الاستخدام، ويمكنك أن تستثمر في الذهب والنفط وصناديق الاستثمار. بتسجيلك في الرابط أدنى ستحصل على حساب تجريبي بقيمة 25,000 دولار، مع إمكانية طلب خطة استثمارية مجانا. تجد جميع الروابط أسفل الفيديو، جرب وخذ جولة. دعني أخبرك من أين جاءت فكرة أن الجزر يقوي النظر. في الحرب العالمية الثانية اكتشف الطيارون البريطانيون الرادار، وبالتالي أصبح بإمكانهم رؤية أعدائهم حتى في الليل. طبعا الطرف الآخر عندما علم عن هذا الأمر أصبح يريد معرفة تلك التكنولوجيا التي اكتشفها البريطانيون، وبالتالي نسخها. لذلك أطلق الجيش البريطاني شائعة أن طياريهم لديهم قدرة عالية على الرؤية الليلية بسبب تناولهم للجزر بكثرة، حتى يضللوا الأعداء عن تكنولوجيا الرادار التي اكتشفوها. عامة الناس لم تقتنع لاحقا أن الأمر كان إشاعة وخدعة حربية، فبدأت الناس تزرعه في منازلها وتأكله بكثرة، حتى وصل إلينا أن الجزر يقوي النظر. أخبرني يا حمزة، لماذا برأيك يعتقد الناس أن الجزر يقوي النظر؟ أعتقد أنه يحتوي على نسبة من فيتامين إيه. صحيح أن هذا الفيتامين له دور في صحة العين والشعر والجلد والمناعة، ولكنك يمكنك أن تأخذه من اللبن والبيض والبازلاء، وليس فقط الجزر. خرافة أخرى، أوقف الدواء عندما تتحسن. بعضنا يعتقد أنه متى أصبح بخير وشعر بتحسن يمكنه أن يتوقف عن تناول الدواء، والحقيقة لا، بعض الأدوية تحتاج إلى فترات زمنية متصلة مثل المضادات الحيوية، وفي حال لم تكمل المدة التي حددتها لك الطبيب ستصاب بعواقب وخيمة أكثر من الإصابة الأولى. صحيح تماما. خرافة عن الدماغ البشري. في كرتون توم وجيري ومرورهم بالأفلام العربية والأجنبية، معظمنا كان يعتقد أنه من أصيب بفقدان الذاكرة يمكنه أن يستعيدها بضربة أخرى على الرأس. صحيح، طبعا هذه فكرة غير صحيحة إطلاقا وغير علمية أيضا. استرجاع الذاكرة يكون تدريجيا وببطء وليس سحريا كما يحدث في الأفلام أو بضربة على الرأس. الدماغ معقد أكثر مما تتخيل، ولكن سنجرب أنا وحمزة هنا لنثبت لك الأمر. مش متذكرش. خرافة أخرى، الأطفال لا تصاب بالمرض النفسي. حمزة، أخبرني، هل برأيك يصاب الأطفال بالمرض النفسي؟ لا أعتقد أن الأطفال تصاب بالمرض النفسي. مع الأسف يمكن أن يصاب بالمرض النفسي، وهذه خرافة أخرى. نصف الاضطرابات النفسية تظهر علاماتها الأولى قبل عمر 14 سنة، وثلث أرباع الاضطرابات النفسية تبدأ قبل سن 24. خرافة أخرى، الاكتئاب بعد عن الله وليس مرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خرافة منتشرة بشدة في مجتمعاتنا العربية، وبسبب هذه الإشاعة انتحر الكثير من مرضى الاكتئاب. مع الأسف. فالاكتئاب مرض خطير أحبتي في الله، ولا يمكن الاستهانة به، والاكتئاب لا يقل خطورة عن مرض السرطان. هو مرض بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأسوأ ما في هذه الخرافة أنها تنتقص من حق المريض في تلقيه للعلاج، وتجعله محط التنمر من المحيطين به. إذا اقتلعت شعرة واحدة بيضاء سينمو مكانها شعرتان. من المؤكد سمعت بهذه الخرافة يوما ما في مكان ما، وهنا تاج للأمهات. الصحيح أن ظهور الشعر الأبيض هو دلالة على الشيء، وبالتالي من الطبيعي أن يظهر المزيد من الشيء مع مرور الوقت، ولا يوجد ربط لقلع شعر ليظهر مكانها شعرتان أو أكثر بيضاء. خرافة أخرى تقول أن تناول البطيخ ليلا يسبب الوفاة. أول مرة أسمعها. صار نفسي أكل بطيخ. راح الزين. تعتقد بعض المجتمعات يا حمزة، وتحديدا في إسبانيا، أن تناول البطيخ ليلا يسبب الوفاة. طبعا خرافة، ولم تؤكد الدراسات العلمية هذا الاعتقاد الذي يستند إلى خرافات بدائية. فرقعت الأصابع تسبب التهاب المفاصل، معلومة شبه خاطئة، على صح أنها تسبب ضعف في قبضة اليد وتسبب ظهور العقد في الأصابع. طقطقة الأصابع تحدث بسبب السائل الزلالي الموجود بين المفاصل، والأفضل ألا تقوم بها. الصوت
الصدر هنا ليس نتيجة احتكاك العظام بالمفاصل أو العظام بالعظام كما قد تظن، بل هي ناتجة عن فقاعات الغاز المحبوسة بين المفاصل والعظام. أجد الكثير يستمتع وهو يطقطق أصابعه، حتى أن الأمر أصبح عادة يومية لديهم، لدرجة أن البعض أصبح إذا سلم على أحد يطقطق أصابعه له. القلب يتوقف عن النبض عند العطس، لذلك أعتقد البعض أننا نقول للعاطس يرحمك الله لهذا السبب، وهذا أيضا اعتقاد خاطئ. عندما تقوم بالعطس تقوم بأخذ شهيق فيزداد الضغط على القلب ويخف بعد العطس، لذلك من الطبيعي أن يتغير معدل نبضات القلب بعد هذه العملية، مما يجعلك تظن أن قلبك توقف للحظات، ولكن هذا الأمر غير صحيح علميا. ولم يسجل علميا أن شخص ما مات من عطسه. القهوة على الجرح تجعله يلتئم. في صغرنا كان منتشر أن الشخص إذا جرح أو نزف فيجب وضع القهوة مباشرة على الجرح ثم ربطه بقماشة فوقه، وكان الأمر دارج جدا لدرجة أنني في مرة تناقشت مع جدتي حول هذا الموضوع ولم تقتنع إطلاقا أن هذا الأمر يزيد من تلوث الجرح. بعض الناس كانت تضع التراب على الجرح بدل القهوة. الطب يبكي في الزاوية. نهاية أيها الأحبة، من المهم أن نعرف هذه الخرافات وغيرها ونحاول الحد من نقلها حتى نتجنب المخاطر من تطبيقها. أما بالنسبة لماذا كانوا في الأفلام المصرية القديمة يطلبون الماء الساخن عند حدوث ولادة، كانت باختصار لغسل المولود مباشرة بعد ولادته، ويجب أن يكون ساخن حتى يكون بنفس درجة حرارة المولود، ولكننا حاليا لا نستخدم هذا الإجراء في المستشفيات، يتم غسله بطريقة أخرى. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به، وأشكر هنا أحمد وحمزة على مشاركتهم، ودمتم في أمان الله. طوشني. وضح صوتك. هو ليس درس واحد بالمناسبة. سجل. احنا سجل؟ هو ليس درح. ده شوية. طيب. شوف كيف وضحت.